استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر اليوم جمع المعزين من المسؤولين والمواطنين، وذلك بمجلس العزاء بمجلس سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة في منطقة الرفاع، حيث عبروا لسموه عن خالص العزاء والمواساة في وفاة سمو الشيخة عائشة بن سلمان بن حمد الخليفة رحمها الله شقيقة سموه وحرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد الخليفة، داعين المولى جلت قدرته أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، مستذكرين بكل تقدير ما قدمته رحمها الله من عطاء زاخر في خدمة الإنسانية عبر إسهاماتها المتعددة في مختلف أوجه العمل الوطني والخيري، فيما توجه سموه بخالص الشكر والتقدير للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر طيبة.